تقول عن نفسها أن امرأة في 18 من عمري تزوجت رجلا في 25 من عمره، ولا أعرف كيف تم هذا الزواج دون أن أعرفه، ولكن الحمد لله بعد الزواج أصبحت أحبه وأتمنى له كل خير، إلا أن له زوجة غيري، حيث لاحظت عليه أنه قال لها ذات مرة وهو غضبان: أنت طالق طالق طالق، ثم ردها لعصمته في اليوم التالي. وبعد فترة من الزمن تخاصما وتهاوشا وغضبت منه، ثم حلفت وقالت: إنك تحرم علي بالحرام. ومرة أخرى قالت له: تحرم علي كما حرم علي أخي. ومرة أخرى قالت: حد الله بيني وبينك. ثم هجرها شهرين متتاليين، ثم عاد إليها. ولا أدري هل يحلان لبعضهما بعد ما حصل، أرجو التوريث علما بأني أخاف الله وأصلي والحمد لله وأصوم منذ زمن، ولكن تغلب علي الغيرة. يجهوني جزاكم الله خيرا، ولا أريد أن يتضايق مني هذا الرجل ولا زوجته تلك. إذا كان كما ذكرت أنه طلق زوجته 3 تطليقات متفرقات، فإنها تحرم عليه وتزيد منه ديونة كبرى ولا رجعة له عليها، إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر زواج رغبة ويطلقها بعد أن يطأها يطلقها راغبا عنها، فإنها تحل له بعقد جديد ونكاح جديد. فإذا كان كما ذكرت أنه طلقها 3 تطليقات متفرقات، فإنها لا تحل له وليس له عليها رجعة، وبالتالي لا يكون هي لها عليه تحريمات ولا أنها غير زوجة له. على كل حال هذه مسألة فيها إيهام أو التباس، فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يراجع أهل العلم ويسأل أهل العلم عما حصل منه ولا يبقى على هذه الحالة.